الكريم. عفوا، معي المداخلة الأولى مع الأستاذ عبد المحسن القشعمي، وهو المدير العام لجمعية طيبة للإعاقة الحركية، معتذرا له. السلام عليكم أستاذ عبد المحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عيسى. أهلا ومرحبا بك، سعداء بسماع صوتك في برنامج المجد للوطن. الله يحييك ويبارك فيك، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة، الله يجزاكم خير. الله يحييك سعد عبد المحسن. ونحن ولله الحمد في هذا البرنامج نستضيف العديد من الجهات الخيرية والجمعيات والمؤسسات المانحة وغيرها، وكل يوم نشاهد اختلافا نوعيا بارزا ينهض بقطاعنا الكبير وهو القطاع الخيري، وهو الذي اليوم يصف في تحقيق رؤية 2030 عبر المستهدفات المنشورة والمعلنة والتي الكل يسعى إلى تحقيقها. أنتم في جمعية طيبة للإعاقة الحركية، دعنا نتعرف أولا على الجمعية ونشاطها بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على رعايتهم واهتمامهم بالأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، وهذا ليس بمستغرب على ولاة أمرنا حفظهم الله. لقد دبعت قيادتنا الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطن، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. والدنا خادم الحرمين الشريفين أيده الله له العديد من الأعمال البر والإحسان منذ زمن طويل، فهو المؤسس للعديد من الجمعيات التي تخدم المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء. وكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة والرئيس الفخري لجمعية طيبة للإعاقة الحركية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد فيصل على دعمهم المستمر للجمعية وبرامجها التي تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية. نسأل الله تعالى أن يحفظهم ويجزيهم خير الجزاء وإياكم المسلمين طال عمرك. آمين. الله يزود هذا، نسأل الله يزود هذا البلد رفعة وقادة هذا البلد الذين هم يعتنون مثل هذه العطاءات الطيبة المباركة التي تصب في مصلحة المواطنين، وخاصة مثل أصحاب الإعاقة الحركية أو أصحاب الظروف الخاصة. عرفنا بالجمعية سيد عبد المحسن. بداية الحمد لله، جمعية طيب الإعاقة الحركية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركي لأعمارهم من 15 سنة وما فوق، في الأطفال المعاقين إلى 13 سنة، ربما إلى 14 سنة و15، هذه تخدمهم جمعية طيب الإعاقة الحركية. الجمعية تقدم 13 مشروع، الحمد لله نفذت 95% من مشاريعها وبرامجها. هناك كانت في البداية تحديات، والحمد لله يعني عمر الجمعية الآن 4 سنوات، لكن تتحدى الجمعيات لها عشرات السنوات عالميا ومحليا بالشركة. ما شاء الله. الأستاذ المحسن، يعني العناية بهذه الفئة الخاصة اهتمت بها العديد من الجمعيات، ما الذي يميز اليوم جمعية طيبة للإعاقة الحركية؟ أول شيء المكان والزمان. نعم. الحمد لله، يعني المكان هو خدمة ضيوف المدينة المنورة، المسجد النبوي. الجمعية تستقبل زوار المدينة من داخل المملكة وخارج المملكة، تقدم برامج أيضا مرافقة أشخاص ذوي الإعاقة إلى الروضة الشريفة والمسجد النبوي مع الشراكة مع عمارة منطقة المدينة المنورة ورئاسة المسجد النبوي و وأيضا الأمانة في المدينة ووزارة الشؤون الموارد البشرية والتنمية. الحمد لله الأرض خصبة وهي أرض سياحية، وكل موطئ فيها وضع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ما شاء الله. وأنت تتحدث الآن العديد من الأنشطة والبرامج تظهر على الشاشة من خلال هذه الأنشطة التي أنتم تقوموا بها، لو أخذنا عدد من البرامج التي أنتم الآن قائمين عليها وتمت وهي تتابع في إنجازاتها. هو طال عمرك أول شيء الأشخاص الإعاقة هم أصحاب قدرات عالية. نعم. البعض منهم يفوق الأسوياء بعشرات المرات الحمد لله. يعني عندنا واحد من الأشخاص ما شاء الله موظف في فندق يطلع من البنك، شغل نصفي شغل أطفال، يطلع من الفندق يشتغل في أوبر، يخلص من أوبر يروح يتقضى ملتزمات بيتهم، ويجينا يراجعنا في الجمعية، ومن أبطال المملكة في نادي أحد في مدينة المنورة. ما شاء الله. هم أصحاب قدرات. عندنا عرف المعاق المعاقة أول ما يتوفون والديهم الكل يتخلى عنه، خاصة الشلة الرباعي. تعرف عندنا برنامج الزواج، أول إذا تزوج المعاق حسب الأعمال،
الحمد لله الجمعية زوجت أكثر من 30 معاق ومعاقة. ما شاء الله. يدفع برنامج ذرية، إذا جاء أبناء حس في أمان زيادة. الحمد لله. برنامج ذرية مستخدم على الإنجاب عن طريق الأنابيب وغيرها. في أيضا عندنا برنامج النقل، النقل الميسر، نستقبل زوار المدينة من خارج المملكة وداخل المملكة، ننقل المعاقين حمر بغسيل الكلى، المستشفيات، المواعيد للمسجد النبوي، طلاب العلم، أيضا المدارس والجامعات. عندنا برنامج الحج والعمرة، نفذنا 3 برامج الحج الحمد لله مع شراكة مع مؤسسة الراجحي. أيضا عندنا ملتقى ترابط، يلتقون المعاقين المعاقات في استراحة ولا في فندق أو في مكان عام، يتبادلون خبراتهم ويشوفوا شو الجديد في الإعاقة. أيضا برنامج تهيئة منازل المعاقين من منزلقات ودورات المياه بكرامة وتهيئة كاملة من مداخل ومخارج. الحمد لله نفذنا أكثر من 90 منزل خلال 4 سنوات، وهذا عدد مو بسيط بحيث التكلفة أو بحيث فترة الإنجاز. ما شاء الله. عندنا أيضا رعاية الموهوبين، عندنا فنانين تشكيليين، عندنا جميل. ما شاء الله الآن مدربات من أشخاص ذوي الإعاقة، نساء ورجال، تطريز، أعمال حرفية. عندنا برنامج الآن ما شاء الله، عندنا برنامج التوظيف، تدريب التوظيف. الآن عندنا الحمد لله ما يقارب 45 رجل أمرة، دورات لغة إنجليزية وحاسب آلي. عندنا برنامج الآن بإذن الله سوف يدشنا في أمير منطقة المدينة المنورة، برنامج توظيف الأول على مستوى المملكة. فكرة جديدة هو تمكين المعاقين حتى أصحاب الحرفيين. رائع. عندنا برنامج صيانة الكراسي، الآن عندنا أبشرك 3 سيارات صيانة الكراسي. آخر سيارة جتنا تبرع من شركة أرامكو، أول سيارة من شركة الزغيبي الله يرحمه سعود الزغيبي في جنات النعيم، وأيضا من جمعية طيبة حركية في الرياض الله يجزاهم خير اللي هو مهندس ناصر مطوع. ما شاء الله. أيضا عندنا التأهيل العلاجي، الحمد لله الجمعية عندنا جهد رائع ما شاء الله استاذ عبد المحسن، الله يقويكم. يعني هل هالبرامج وهالمشاريع، انا 1000000% ان عندكم العديد من الشركاء اللي قاعدين يساهمون معكم في نجاحها، سواء كانوا داعمين او منفذين او غيرهم. ماذا عن الشركاء لو اخذنا عدد منهم الذين يتعاونون معكم اليوم وهم نجاح لكم في مشاريعكم؟ انا بعطيك بس مشروع بس واحد، الاخر مشروع عندنا طال عمرك. تفضل. اللي هو السفرة رمضانية من بداية تأسيس الجمعية، سفرة رمضانية في ساحة المسجد النبوي والقائم عليها الأشخاص ذوي الإعاقة الحمد لله. ما شاء الله. مدة 3 سنوات ما عدا العام الماضي. عندنا أسطول نقل 10 سيارات لنقل المعاقين أيضا. بشرك الشركاء وهم أهم صراحة مساعد لقوائم الجمعيات ورؤوس الجمعية اللي هم شركائنا من المؤسسات المانحة والشركات والمواطنين نفسهم. نعم. الآن الحمد لله يعني ما قامت جمعية بعد الله سبحانه وتعالى لبدعم ولاة أمرنا ثم بدعم هذه المؤسسات والأفراد، من ضمنهم اللي هو مؤسسة الراجحي، شركة آماك، بتروكيم، الأضحيان، مجموعة من الشركاء صراحة يعني من هم اللي دعموا هذه المشاريع الـ 13. ما شاء الله ما شاء الله، الله يقويهم يجزاهم خير ويقويكم يا أستاذ عبد المحسن. دعني أختم بسؤال واسمح لي تكون الإجابة أيضا مختصرة لأن الوقت داهمني، فيما يتعلق بجائحة كورونا والأزمة التي مرينا فيها كلنا في المملكة وفي جميع بلاد العالم، كيف تعاملتم معها؟ جمعية طيب العلاقة الحركية الحمد لله من الجمعيات المتقدمة مع جمعية حياة والجمعيات المتقدمة في المبادرة في جائحة كورونا. نفذنا 13 مشروع اللهم لك الحمد والشكر، منها صيانة كراسي المعاقين، أيضا صيانة الخزانات، المكيفات، الكهرباء، المواد الغذائية، لكن للأسف لم ندعم في هذا المشروع. ولكن هذه كلها مبادرات شخصية إلا من شركة آمان بعض الشركات البسيطة. أما كدعم قوي من جهات كبيرة ما لم ندعم فيها. فيها طال عمرك نقطة مهمة ودي أتكلم عنها. أي نعم. تفضل. هي مهمة جدا. أي نعم. ولو سمحتوا لي ولكن هذه النقطة يعني هي أهم يعني نقطة في الحياة المعاق. أي نعم. يجب إشراك المعاق في أي شيء يخصه، من ناحية أسكان، من ناحية توظيف، من ناحية أي اختصاص يخص المعاق لازم إشراكه، لأن المعاق له احتياجات خاصة. صحيح. مثلا الإسكان يحتاج مخارج طوارئ، يحتاج مداخل، سعة دورة المياه بكرامة، دخول في احتياجات كثيرة،
وهذه من الأشياء الأساسية اللي يحتاجها المعاق. ما شاء الله صحيح. الله يقويكم وسعد بن محسن وجهود والله طيبة ومباركة، والعروض التي نراها الآن قبل قليل على الشاشة وتتزامن مع حديثك الطيب تبين الجهد الكبير الذي تبذله هذه الجمعية لهذه الفئة الغالية، فأنا شاكر لك وسعيد بمداخلتك معنا، وأتمنى أن نلتقي معك والبرنامج برنامجكم ونشوف مزيد من النجاحات والإنجازات في استضافة قادمة أخرى، ويعطيك العافية سعد بن محسن وبارك الله فيك. كان معنا سعد محسن القشعمي وهو مدير عام جمعية طيبة للإعاقة الحركية لإحدى المنجزات الرائعة الوطنية الخاصة بالقطاع الخيري. خلونا نذكر بهاشتاق البرنامج وهو المجد للوطن.